حاليا نبلش بالسكشن اللي هو 6.2 اللي هو الراوتينج. الاوبجكتيفز ضمن هذا القسم هو explain how a host device uses a routing table to direct packet to itself, a local destination, or a default gateway. Compare a host routing table to a routing table in a router. حاليا يتم التحدث عن ايش؟ يتحدث عن الراوتينج تيبلز، والراوتينج تيبلز طبعا ضمن الراوتر هو يتم اعتماده من خلال يعني يتم اعتماده من اجل توجيه الباكيت، حتى يتم توجيه الباكيت. يعني عندما تدخل الباكيت الى الراوتر يتم المطابقه بين الديستنيشن، خلينا نقول ادريس اللي موجود بالباكيت، مع الاي بيات اللي موجوده طبعا. والمقصود بالاي بيات اللي المقصود بها اي بي الشبكه، فهذا العنوان اللي هو الديستنيشن راح يضرب الاي بي، يضرب بالسبنت ماسك، ويوجد الشبكه ويتم المقارنه. يعني طريقه الاند، عمليه الضرب تتم. هنا التوبيك 6.2.1 هاو ا هوست راوت. كذلك انه عندنا احنا بالهوست اللي هو الحاسوب اللي عندنا يحتوي على راوتينج، يحتوي على راوتينج تيبل، والا كيف تتم عمليه الانكابسوليشن؟ كيف يتم وضع الاي بي اللي هو الديستنيشن اي بي اذا ما يكون هو يحتوي على، خلينا نقول، راوتينج تيبل او راوت تيبل؟ اذا هاو ا هوست راوت host forwarding decision اللي هو قرار اللي يتخذه الهوست بعمليه الفورورد بالنسبه للباكيت. 3 types of destination، عندنا ثلاث انواع من الديستنيشن: itself ولوكال هوست وريموت هوست. ثلاث، خلينا نقول، انواع. بحاله اللوكال مثل ما تشوفون، بحاله اللوكال اللي هو تتم عمليه ايش؟ تتم مثلا من البي سي 1 الى البي سي 2. وبحالة الاتسيلف يكون هو خلاص الحاسوب يسوي لوب باك بالضبط. وبحالة الريموت عندما يكون البي سي 1 يقوم بعملية كونكشن مع الريموت هوست، مع هذا السيرفر اللي موجود. اذا اتخاذ القرار بالنسبة للهوست، اتخاذ القرار بالنسبة للهوست للتوجيه يكون من خلال ثلاثة انواع او ثلاث حالات نقدر نقول عليها، اللي هي الحاله هاي الاولى اللي هي itself ولوكال هوست وريموت هوست. الديفولت جيت واي، بالنسبه للديفولت جيت واي المقصود بها الانترفيس الخاصه بالراوتر، الانترفيس الخاصه بمن؟ بالراوتر. routes traffic to another شنو networks، اذا هي وظيفتها أن تسوي راوس للترافيك إلى another network، إلى شبكة أخرى. has a local IP address in the same address range as other hosts on the network. وكذلك أنه تكون إلها شنو؟ local IP address ضمن نفس الرينج اللي تكون منه الأي بيات مال اللان. يعني الأي بي مال الديفولت جيت واي هو يكون من ضمن الرينج مال الأي بيات اللان اللي ينتمي لها أو اللي هي تمثل الجيت واي إلها للشبكة. وكان تيك شنو؟ داتا إن أند فورورد داتا أوت. إذا ممكن أن تسوي كان تيك داتا إن أند فورورد داتا أوت، فممكن أن تقوم بهاي العملية: إدخال بيانات وإخراج بيانات، إدخال بيانات إلى اللان واخراج بيانات من اللان، حاله ان المخاطبات اللي هي يسموها ريموت كونكشن. هذا هي، خلينا نقول، الثلاث حالات بالنسبه للديفولت جيت واي اللي هو الانترفيس الاي بي الخاص بالراوتر. يوزنج ذا ديفولت جيت واي، متى يتم استخدام او متى نستخدم الديفولت جيت واي؟ هوست ديفولت جيت واي، تلاحظون هذا هو الديفولت جيت واي، هذا هو الاي بي. الاي بي هذا مال الشبكه، لوكال نتورك راوت، الاي بي مال الشبكه 192.168.10.0، هنا اي بي الشبكه 10.1 الديفولت جيت واي، و10.15 هاي الحاسبه بي سي 2، و10.10 هي الدايركت كونكشن اللي هي الحاسبه بي سي 1.
هذا هو الاي بيات اللي موزعه. تلاحظون انه الديفولت جيت واي هو اي بي من ضمن اي بيات الشبكه اللوكال. هنا شو يقول؟ The IP address of the router 1 interface is the default gateway address for the PC 1 and PC 2. هو default gateway بالنسبة لل PC 1 وبالنسبة لل PC 2. هذه تعتبر remote networks. هذه تعتبر شنو؟ remote networks. إذا مثل ما تشوفون إنه هو إذا هو ضمن ال local network route ضمن ال range مالتها. ومثل ما تشوفون إنه ال PC 1 وال PC 2 ال default gateway مالتها هي الـ IP مال الانترفيس مال الراوتر 1. Host Routing Table الـ Host Routing Table IPv4 Routing Table for PC 1. مثل ما تشوفون هذا التوبولوجي اللي هي تحتوي على هذا الـ IP اللي هو 10.192.168 10.1 هذا الـ IP مال الراوتر مال الانترفيس الـ Default Gateway بالنسبة للـ PC 1. وتلاحظون السبنت ماسك هي 24 البريفكس مالتها. والاي بي بالنسبه للبي سي 1 هو 192.168.10.10. 10. كيف انه نتاكد من الراوتنج تيبل او الراوت تيبل بالنسبه للبي سي؟ بالنسبه للبي سي لان احنا ندري انه عمليات الانكابسوليشن تتم بالبي سي 1 او العفو بالبي سي وتمر الباكت من خلال الانترميديري ديفايسز وتطرا عليها عمليات الديكابسوليشن وري انكابسوليشن حتى في سبيل انه يتم توجيه البيانات او الباكيتس. تلاحظون انه كيف يتم معرفه الراوتنج تيبل بالنسبه للحواسيب؟ يتم من خلال كتابه هذا الامر نت ستيت ماينس ار. نجي نشوف مثل ما تشوفون هذه مثل ما تشوفون هذا الراوت تيبل. الراوت تيبل بالنسبه للمن؟ بالنسبه للبي سي مالتي. هذا بالنسبه للبي سي مالتي هذا الراوتنج تيبل مالتي. هاي الانترفيس اللي موجوده عندي الانترفيس يسموها ليست وهذا الراوت تيبل. تلاحظون انه هذا اللي هو النتورك ديستنيشن والنت ماسك اللي هي نفسها السبنت ماسك والجيت واي. انا تلاحظون الجيت واي مال الحاسوب مالتي شنو؟ هذا الاي بي. وتلاحظون الانترفيس اللي انا انتمي لها الاي بي والماتريك مالتي 50. تلاحظون هذا هو اللوب باك. هذا هو اللوب شنو؟ اللوب باك اللي هي احنا قلنا ثلاث حالات عندنا اتسيل مو؟ هذا هو الاتسيل. وتلاحظون انه هذه هي النت ماسك مالتها اون لينك اللي هي الجيت واي. وتلاحظون ان اللوب باك هي الانترفيس مالتها والمتريك مالتها هذه. هذا الاي بي اللي هو يعتبر حاليا خلينا نقول هو ضمن الراوتنج تيبل ومن ضمنها البرودكاست ومن ضمنها المالتي كاست. هذه كلها تكون ضمن الراوت تيبل بالنسبة للـ PC. لهذا لو يسأل مثلا طالب يقول كيف انه تتم عمليات الانكابسوليشن داخل الـ PC؟ كيف انه يكون الـ PC قادر على معرفة الـ IP بالنسبة للسورس بالنسبة للديستنيشن؟ يعني هذا السؤال انه لازم يكون جوابه انه هو يحتوي على راوتنج تيبل. لازم يكون الجواب هو قادر على معرفة الـ IP-ات اللي تحيط به بالنسبة للشبكات حتى ممكن انه يسوي انكابسوليشن و خلينا نقول يتعامل مع هذا خلينا نقول البي سيز الموجود ضمن اللوكال نتورك او ضمن الريموت نتورك اللي هو خلينا نقول ينتمي لها. فاذا يتم من خلال الراوت تيبل اللي موجود بالحاسوب. ومثل ما تشوفون هنا التوبيك 6.2.2 اللي هو الراوتر راوتنج تيبلز. هذا الراوتنج تيبلز بالنسبه للراوتر. بالنسبه لمن؟ بالنسبه للراوتر. الراوتنج تيبل بالنسبه لمن؟ بالنسبه للراوتر. مثل ما تشوفون هنا الراوتر باكيت فوروردنج شنو؟ ذس ايش بالنسبه للقرار عنده دايركتلي كونكتد اون ريموت نتورك راوتس. اذا هو